شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم عبد الله. اليوم عندنا فيديو جديد عن لعبه يوغيو كروس دول. بهذا الفيديو راح نشرح عن الاسئله شلون نشرح عنها. اوكي، راح نجاوب على اسئلتكم اللي سبق وطرحتوها بالفيديو السابق. راح نشرح عن اللعبه شويه وكيفيه اللعب، طريقه اللعب الى اخره بهذا الفيديو ان شاء الله. اذا كنت اول مره تتابع قناتنا، لا تنسى اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد بالقناه. نجي على السؤال الاول. احد الاخوه يقول شلون نغير اللغة؟ إذا قصدك إنه تغيرها للغة العربية، للأسف ما موجودة حاليا اللغة العربية، فأعتقد مستقبلا راح يدعمونها، ما أدري بس مستقبلا. أما بالنسبة للسؤال الثاني، اللعبة عندي تقطع مثلا، أو إذا اللعبة عندك يعني بها لاج، بها تقطيع، فكل اللي عليك إنه تغير الإعدادات الخاصة بالجرافيكس الخاصة باللعبة. تروح على 3 شرط اللي بالقائمة، وبعدين تروح على ديفايس سيتنج. هنا راح تشوف عدة خيارات، الإشعارات عندك، الجرافيكس واللانجويج إلى آخره، والفويس أيضا. تروح على الجرافيك سيتنج، هنا عندك لو وميديوم وهاي، فهنا راح يضبطها لك تلقائي إذا جهازك يعني ضعيف. دوس له على لو ودوس له بعدين كونفيرم، راح يضبط لك إياها بهذا الشكل. فريمات عندك 15 راح يضبطها، إذا ما تحب 15 فريم 30 أحسن. أما بقية الخصائص لا تفعلها، وخاصة هذا لا تفعله إذا يعني جهازك جدا ضعيف. لكن هذا ديسبلاي ريزولوشن، الريزولوشن الخاص باللعبة، خليه ريكوماند حتى شوية البطاقات تكون واضحة، وايضا صور الشخصيات تكون واضحة. فخلي الاعدادات بهذا الشكل وبعدين دوس كونفيرم. راح يقول لك سيتنج تشينج، نعم. السؤال الثالث يقول ان اللعبة ما تشتغل عليها اساسا. اذا اللعبة ما تشتغل او تطلع لك شاشة سوداء، تشيك متطلبات التشغيل الخاصة باللعبة. لا تنسون ان هاي المتطلبات تقريبية، يعني مو من الشركة، اوكي؟ عندنا السؤال الرابع يقول انه ممكن تشرح لنا على البطاقات. طبعا البطاقات اذا اشرحها وحده وحده ما راح نخلص، فراح اشرح لكم على الحزم. الحزم اللي اذا تلعبها يعني ما راح تواجه اي صعوبه، يعني هي الحزمه سريعه، هي تشغل نفسها بنفسها، بس يرادك يعني تفكير. اوكي شباب، نكمل جوابنا على السؤال الرابع. عندنا هذا الموقع راح تلقونه تحت في الوصف، راح يشرح لكم اللعبه بالتفصيل الممل. عندك بيست رانك، او اذا عندك يعني مثلا جوجل كروم يترجم هاي الصفحه، فأنا ما عندي مشكلة ويا اللغة الإنجليزية، بس عندي مشكلة بشرح اللغة يعني، أوكي؟ مرات أيضا مترجم جوجل أيضا يخطأ بالشرح، يخطأ بالوصف الشرح الخاص بالبطايق، فدير بالك. ننزل جوا وننتقل لهذا العنوان Best Dark Tier List، هاي الأفضل، هاي البطاقات الأفضل. يعني أول وحدة يعني S، A النوبة B، S اللي هي الخمس حزم، هاي البلو آيز، الريد دراجون، وإكسوديا وإلى آخره. طبعا أنا أنصحكم بإكسوديا، هاي حزمة جدا قوية، وبس للأسف سيف ذو حدين، يعني تقدر تجمعها وتبنيها بسرعة، وأيضا تقدر تخسر بسرعة، لأن يعني هو عنده راس ورجلين وإيدين اثنين. إذا ضاعت وحدة من هذني البطايق، بعد ما تقدر تستدعي الأيس مونستر. فاعتمادها الكلي، وحدة من نقاط الضعف هنا جاي يقول اعتمادها الكلي على الأيس مونستر. أيضا النقطة الثانية، يقدر أي واحد يفلش هاي البطايق للأسف، هاي العيوب الخاصة أو نقاط العيوب الخاص. ايضا بداية الموقع، ترجع لبداية الموقع، هنا عندك 3 نقاط جدا مهمة. Best Ace Monster اللي هي افضل وحش ايس، هنا موجود مثل هاي جاي يحدد عليها. How to farm gems، ايضا هاي شلون تجمع الجواهر الخاصة باللعبة. Things to do daily، يعني اشياء لازم تسويها كل يوم داخل اللعبة. طبعا للأسف الموقع بيعيب واحد اللي هي البولد، يعني ماكو تجميع البطايق، انها ما تقدر تبنيها، لأن ماكو يعني بناء خاص باللعبة، لأن كل موقع يختلف عن الثاني وكل لعبة تختلف عن الثانية، فلازم تشوف شرح عن البولد، يعني شنو تتطلبها مجموعة إكسوديا، شنو تتطلب؟ 4 وحوش اللي هي رجلين اثنين، ايدين اثنين، راس، وسبيل كارد وتراب كارد، لازم تجمعن هذني كلهن من الداكس أو من البانر الخاص بالقاشة داخل اللعبة. أوكي شباب، وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك. شكرا على حسن المشاهدة، مع السلامة.